بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي تلفزيون اليوم السابع، أهلا وسهلا بحضراتكم. احنا حاليا متواجدين في قرية صنباط التابعة لمركز ومدينة زرتة محافظة الغربية، ولقائنا مع أحد براعم الغربية، يعني الطفل عبد الله الذي يبدع في تلاوة القرآن الكريم. يعني هنسمع صوته الأول وتفاصيل كتير هنعرضها لحضراتكم في هذا التقرير. يعني هتسمعنا إيه يا عبد الله؟ كقراءة القرآن الكريم أسمعكم قول الله تعالى: ليس عليك حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما ربنا يفتح عليك يا عبد الله. عندك كام سنة يا عبد الله؟ عندي 13 سنة. 13 سنة. انت قلت لي انت كنت تعليم عام وحولت ازهر. ايوه. يعني كنت تعليم عام من اولى لستة ابتدائي، وبعدها من ستة لأولى حولت ازهر. ليه بقى حولت ازهر؟ الازهر شايف ان هو هيعلمني امور الدين وهيخليني احفظ القرآن الكريم وهيطلعني حاجة حلوة يعني في المستقبل. انت يعني بدأت حفظ القرآن الكريم امتى؟ بدأت حفظ القرآن الكريم وانا صغير من سنة أولى كده. سنة أولى ابتدائي. أيوة، بس ابتديت ما كانش عندي اللي هو ابتديت كنت لسه بادئ، وبعدها وصلت لسنة تانية كده، وبعدها طلت ما قعدت فترة كده ما حفظش القرآن، وبعدها من سنة تانية لسنة رابعة كده ختمت القرآن. قعدت سنتين وشهرين وختمت القرآن. ختمت القرآن. مين اللي عمل على يعني على مساعدتك لختم القرآن؟ كان دايما حريص على انه يراجع معاك ويهتم بيك. دكتور ابراهيم سويلم، ربنا يخليه. دكتور ابراهيم سويلم هو اللي اهتم بيا من سنة تانية، وفضله ختمت القرآن، وفضله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ختمت القرآن في سنة رابعة. ختمت القرآن في سنة رابعة، ما شاء الله. في الاجازه. أيوة. انت قلت لي كمان ان انت دخلت مسابقات. ايوه، كنت داخل في صنباط مسابقه مركز الجامع العبسي، وخدت فيها المركز الرابع. ما شاء الله. انت مين بقى اكتر حد بيدعمك وبيساندك ودايما بيشجعك على انك يعني تقدم اكتر ويعني وتطور من نفسك ومن موهبتك؟ وهما شخصين: ابويا وعمو ابراهيم. دكتور برين دعمك. ايوه. ان شاء الله. حلمك ايه يا عبد الله؟ انا عاوز ابقى دكتور شريعه عامه. وعمل غريب. دكتور شريعه عامه؟ لا، هو مش دكتور شريعه، هو دكتور اسنان. دكتور اسنان. انت حلمك تبقى دكتور اسنان. ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتحقق حلمك. طب يا عبد الله هنختم بايه بقى؟ نختم بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد
قد أخذناه، يقول قد أخذناه أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل